الوجهة إلى دوارت وينان بجماعة تزمورت نواحي تارودانت، يكون التنقل أصعب، فالطريق لا تحمل من الوصف غير منعرجات بين الوديان والحجر، وحين تشرف على القرية من فوق هضبة يخادعك جو السكينة. الساكنة خرجت عن صمتها ورفعت شعارات الاحتجاج. الخارج الدراري ديالنا كبار كيجيو لهنا، يجيو الخطرة في العام يغاب 5 سنين 6 سنين، على قال لك الشانتي ما كاينه، ما يجيبوش الحديد ديالهم. حنا مضرورين بزاف، حنا راه ماتوا عندنا جوج بالعقرب، ما عندنا لا سبيطار، ما عندنا لا فرملي، ما عندنا حتى شي حاجه، حنا راه مضرورين بزاف، حنا راه ما جينا هنا توصلت فينا العظم، راه كيكذبوا علينا، كيوعدونا. شباب وشيوخ ونساء رفعوا شعارات تطالب بإصلاح الطريق وتوفير التطبيب وضمان التوزيع العادل لحصص الدقيق المدعم الذي قيل فيه إن أياد فاسدة تتلاعب به. أن الدقيق اللي كيتوزع يعني كيتوزع الناس يعني كيوزعوا الأعضاء المستشارين الجماعيين، وهنا كيدخل فيه يعني الناس اللي كيعطوهم الأصوات كيعطوهم اليوم، يعني كيتلاعب بالمتاجرة. أمام مجموع هذه المطالب كان رد الجماعة القروية ضعف الميزانية التي لا تتحمل تكاليف إنجاز طريق غير مصنفة، وفي مجال الصحة الجهود متواصلة لتحسين الخدمات. طريق غير مصنفة، حنا كنطلبوا مجلس الإقليمي باش يعاوننا، مجلس الإقليمي لحد الآن قبل باش يعطينا 282 مليون، والجماعة كتفكر باش دير اللي فيك باش تكمل هذيك الشانتي باش تعطيها، ولكن لحد الان ما كاين الجواب عندي فيك. قضيه الدقيق، الدقيق كيجي السلطه اللي مكلفه به، ماشي رئيس الجماعه. وهما كيوعدونا ديما، وحنا نضالين هنا وغنجيبوا قيطون ديالنا قدام الجماعه حتى يتحقق المطالب ديالنا. ساكنة جماعة تزمور تؤكد إذن تشبثها بمواصلة كل أشكال الاحتجاج من أجل أن تتحقق مطالبها، وفي أول انتصار لها كتبت هذه المحاربة ضد الأمية أولى كلماتها حول حقها كامرأة في العيش الكريم. في